السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهاردة نزل لكم احد السوفت نزل الجديد لسيفر نوفا ايفاين قدام حضرتك اهو. نخش نشوف الاول السوفت القديم بتاعه. الاعدادات، هنخش على معلومات السر الريسيفر، هتلاقي رقم قدام حضرتك اهو 242. ماشي، نخش كده. كده دخلنا عرفنا الواي فاي بتاعه قدام حضرتك. نخش على الواي فاي، نجيب الشبكة. طبعا كده خلصنا الشبكة بتاعتنا، ويرجى الانتظار ربطناها. كده نجاح الحصول على البروتوكول، كده عرفنا الواي فاي. هنخش على أيقونة في اف تي بي وندوس اوكي، وننزل على موافق. انا برضك يرجى الانتظار. ماشي، كده بخش على السوفت وير قدام حضرتك اهو، وادوس اوكي، يقول يرجى الانتظار. انا دلوقتي على السوفت كان كام؟ 243. اخش على السوفت كده رقم 245 قدام حضرتك اهو، بيحمل. نشوف الاضافات الجديدة بتاعته ايه. كده بيحمل اهو. كده بقى نبدأ نحدث البرنامج، نقول نعم. كده بقى بدأ يمسح الفلاشة اللي عليه وينزل السوفت الجديد بتاعه. كده حدث الجهاز واشتغل من أول وجديد تاني. شوف بقى كده القيمة بتاعته اتغيرت، بقت خفيفة وسلسة اهو. اشتغل بقت الشبكة. طبعا لازم نعرف الانترنت عشان طبعا ايه، عشان لما نزلنا السوفت وير بيضطر ان هي نربط الانترنت من اول تاني وجديد. وفرق من السوفت ده والسوفت ده عشان بيحدث الجهاز ويخليه خفيف. قدام حضرتك اهو تبعت الشبكة في سيرفر ابولو ونوفا وايرما وبرد ومارفي واليوتيوب. طبعا الحاجات دي ما ينفعش نخش فيها عشان فيها حقوق طبعا ونشر. نخش على الاعدادات، بنظبط الاو اس دي بتاع الشاشة، نخليه هنا كده ال 1080 بي وان تي اس سي. ماشي، وشانل القناة طبعا كده انا قفلت الشانل. بص حضرتك لو انت شفتوا القناة كده قدام حضرتك، شاف الشكل الجديد بتاعه شكل جميل زي الفل، احسن من الاول بكتير. وده كده سيرفر النوفا الاي بي تي في، طبعا ما ينفعش ان انا اشغله قدام حضراتكم. بخرج كده تعديل القنوات اللي انا عايز اعدلها، وكده التركيب بتاعه، ضبط الهواء اللي انا عايز اظبط ضبط الهواء واظبط ال ان بي اللي عايز ارجع ضبط المصنع. بس هو عامه بعد السوفت تعمل ضبط المصنع وتنزل ملف القنوات الجديد قدام حضرتك.
الترددات اهي، والدنيا شغالة زي الفل، خفيف. نبدأ ننزل ملف القنوات دي، خش برضك على أيقونة بتاع التحديث، وننزل تحت موافق، دكتور انتظار، ننزل على الشانل الابديت، هننزل أحدث ملف القنوات اهو، 1/3/23، ها النايل سي اهو. حضرتك هو الملف اهو، تاريخ 1/3/2023، القناة بتاعته شغالة زي الفل. القناة المشفرة شغالة برضك اهي، عمبوسة اهي. أهلا بحضراتكم، وجهاز ممتاز وزي الفل وحلو والله. شركة نوفا بتعمل حاجات نظيفة عامة يعني، قدام حضراتكم. قناة إسرائيل، قناة هالة، قناة إسرائيل. رجاء بكيد وعدم التصوير. أنا عارف. نبص كده على الهوبر، نبص برضك على القناة بتاعته اليوم على المدرسة. رجع على الهوبر اه كبير رجع. هل وصلنا لمدرستك؟ طب نخش نظبط ال الدايزك بتاعه. أربعة، نطلع تاني قناة الرعاية طبعا عشان الطبق ضعيف شوية. خش طبعا نظبط دايزك تاني، نبص عليه عشان اشتغله كده، عشان الدايزك بتاعنا مش مظبط على 3. القناة المشفرة قدام حضراتكم برضه شغالة زي الفل. ومثلا لو عايز ابحث على طلب على قناة، مثلا قناة إليفن مثلا، أو قناة سبورت، أو قناة إليفن، ها قناة البوليسات اهي قدام حضرتك شغالة زي الفل على الأوروبي. ننسينا يا جماعة باللايك والشير مع تحيات قناة أحمد حيدر للدش والشروحات. وعلى فكرة سايب لكم السوفت بتاعك في المرفقات، تخش على ميديا فايل وتنزلوه، بكون شاكر ليكم. مع تحيات أحمد حيدر.